عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حديث عظيم. كل سلامة، يعني إيه سلامة؟ مين يقول لي ما معنى سلامة؟ يعني خالي من الأمراض. لا لا، الربط مفصل، كله مفصل. شوف ربنا خلق لنا المفاصل دي لتسهيل الحركة، نعمة عظيمة جدا. والناس اللي عندها خشونة في المفاصل تقول لك قد ايه الموضوع ده نعمة، اللي انت يبقى عندك مفاصل جيدة لينة. المفترض حضرتك تتصدق شكرا لله على نعمة المفاصل. ده معنى كلام النبي: كل سلامة من الناس عليه صدقة. طب احنا عندنا كام مفصل في جسم الانسان؟ 360. شوف بقى عليك كل يوم 360 صدقة، ده على سبيل الاستحباب مش الوجوب. وسبحان الله العظيم، اعلى مرجع في العالم، اكبر مرجع في العالم اسمها مجلة نيتشر، ذكرت ان عدد مفاصل الانسان 360 مفصل. يعني اخر ما استقرت عليه الدراسات الحديثة ان جسم الانسان فعلا في 360 مفصل. شوف الرقم ده قاله النبي بدقة عليه الصلاة والسلام، هو اللي قال لنا ان في جسم الانسان او خلق الانسان على 360 مفصل بالظبط كده. شوف لو الكلمة دي طلعت لان كان في مثلا، او ثبت حديثا ان لا كان في 200 مفصل بس مش 360، وايه الداعي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول قضية ممكن ما يقولهاش؟ محدش هيقول له قول لنا عدد المفاصل كام، هو قالها من نفسه لانه وحي من عند الله، مش كلام من رجل كان يرعى الغنم ولم يخرج من صحراء الجزيرة العربية، ولم يطلع على كتب ولا على دراسات، ولم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، فيقول معلومة تثبت مؤخرا في السنوات الأخيرة كان فيها خلاف فترة كده من الفترات، واستقرت الأبحاث العلمية خلاص إن جسم الإنسان في 360 مفصل تماما كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوانا، الحديث ده بس اللي هو ده كافي الناس كلها تخش الإسلام، بس احنا عايزين قوة دعائية للإسلام ورجال يحملون هم الإسلام وينشرون هذه المعاني في العالم كله. لو قلت لواحد كافر الرسول بتاعي قال كذا كذا هينبهر طبعا، لو ثبت انه اثبت له فعلا النبي قال كده والمراجع العلمية بتقول كده. المهم 360 مفصل، حضرتك عايز تتصدق ب 360 صدقة كل يوم علشان تشكر نعمة المفاصل اللي انت لا تستطيع ان تستغني عنها في حركتك وعادك ومشيك ونحو ذلك. طيب، فالنبي طبعا مش كلنا معنا فلوس، فالنبي بيقول لك ابواب اخرى للصدقة، فقال لك كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. اتنين بيحكموك وحكمت بالعدل صدقة، مش اختك تجيبك عشان بنتها، لا بنت اختك متخانقه مع جوزها فانت عشان تراضي اختك فتقول كلمه باطل وتنصر البنت وهي غلطانه وزوجها مش غلطان، بس انت تقعد تعنف الزوج عشان خاطر اختك. مفيش الكلام ده بقى في الاسلام، احنا بنعدل، واذا قلتم فعدلوا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. تقول ايوه انا الغلطان، أو الوالدين والأقربين. ده لو أبوك غلطان تقول أبويا غلطان، مش تقول من البر لنا أنصره وهو ظالم، لا، تثبت أنه المخطئ وأنه الظالم. يبقى تعدل بين اتنين حتى لو واحد من الاتنين دول أبوك أو أمك أو قريب ليك، دي صدقة. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها،
راجل مش قادر يركب الدبه بتاعه بتشيله وبتزقه وبتحطه، دي صدقه. او ترفع له عليها متاعه بعد ما ركب، عايز تشيل له الشنطه، او زي ما النهارده الناس بتركب العربيه فتلاقي شيله تقيله فبعض الناس بيسارع يشيل له الشيله، دي صدقه وثواب كبير. وتعين الرجل في دب او ترفع له عليها متاعه. كلمه متاع عموما هي يعني ادوات السفر ونحو ذلك، ما ينتفع به المرء في سفره. والكلمه الطيبه صدقه، ده باب كبير بقى. ساعات يا اخواننا بنشوف كده امور وما بنعلقش عليها، رغم ان الاسلام هيديك عليها اجر. يعني واحد جاب هدوم جديده او لابس قميص جديد، قول له ما شاء الله القميص ده كويس جديد ده ولا ايه، قول له كلمه حلوه، حلاقه شعرك النهارده حلوه، انا شايف منك برفان كويس. يعني ليه ما بنعلقش على الاشياء الجيده الطيبه؟ تعليقك عليها وادخال سرور على قلب المسلم بسبب هذه الكلمات، ده نوع من الصدقه تؤجر عليه عند الله عز وجل. لو فكرنا بس في الجزئيه دي، والكلمه الطيبه صدقه، اللي انت تقول له العفو، شكرا، جزاك الله خيرا، لا مؤاخذه ما اقصدش، انا اسف، كلام اللي ما بلاش تسمعه كتير للاسف، شكرا والحاجات دي، لا دي كلها المسلم مستحضرها لانها صدقه. وايه تاني يا رسول الله؟ وبكل خطوه، ادي بقى تجيب لك صدقات كتير قوي، وبكل خطوه تمشيها الى الصلاه دي صدقه. يبقى انا مش هضيع صلاه الجماعه، لان كل خطوه بصدقه. يبقى دي تجيب لي بقى 360 او قريب منها بالخمس صلوات. يبقى ازعل اول ما صليش الفجر في المسجد ليه؟ خطوات راحت عليك اللي هتبقى صدقات في ميزانك. ما اقولش ما انا اصلي في البيت، ما ينفع، هو ينفع اصلي في البيت، بس بتحرم نفسك من اجر كبير. وتميط الاذى عن الطريق صدقه، ما تتكسلش او تتكسف تلاقي ازاز كده في الشارع، فايه معقوله بعض رايح جاي اشيله، او صخره كبيره اركن على العربيه واشيلها واركب تاني وامشي، ايه وجع القلب؟ لا دي صدقه، انت تاخد اجر على ذلك. فهذه اشاره الى كثره الصدقات في حياتنا، واشاره الى انه ينبغي ان نشكر نعمه المفاصل وسائر النعم عن طريق الاكثار من فعل الخير والحسنات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.